مسافة قصيرة بين عيدين، لم يكد يذهب عيد الفطر حتى أتى الأضحى، واليمنيون يحاولون خوض معركة أشد صعوبة من الحرب والجوع. رسم الفرحة في عيون أطفال الحرب، والبهجة في قلوب أيتام المجاعة، والأمل في عودة المختطفين. ورغم تردي الأوضاع المعيشية ومأساة الرواتب وصعوبة التنقل بين المدن والأرياف، إلا أن اليمنيين استطاعوا قهر تلك الصعوبات وقضاء إجازة العيد بين أهاليهم. لكن يمنيين آخرين لم يزرهم أحد حتى العيد، أطفال وزوجات وأمهات المختطفين والمخفيين قسراً. 512 مختطفاً قسراً وفق إحصاءات رابطة أمهات المختطفين، والتي رصدت هذا العدد منذ مطلع العام الجاري. لكن التقارير الدولية أكدت وجود حالات إخفاء قسري في سجون الميليشيا الإنقلابية منذ بدء الانقلاب في سبتمبر عام 2014. 18 صحفياً في زنازين ميليشيا الإنقلاب، وواحد مختطف من قبل تنظيم القاعدة، محرومون من رؤية أقربائهم في إجازة العيد. ويقبع الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيا، من بينهم الصحفي عبد الرحيم محسن الذي اختطفته ميليشيا الانقلاب في تعز منذ أسبوعين. وحتى اللحظة فإن صحفيين وقيادات عسكرية وسياسية في طي المجهول، وترفض الميليشيا الإفصاح عن أماكن إخفائهم أو زيارة أقاربهم، منهم القيادي السياسي البارز في تجمع الإصلاح محمد قحطان. رفضت ميليشيا الانقلاب مناشدات دولية ودعوات إقليمية ووساطات محلية للإفراج عن المخفيين أو حتى السماح لزيارة أقاربهم في أيام العيد، وبلا أفق واضح يقبع المختطفون وراء القضبان، بينما يقضي أطفالهم وأهاليهم عيدا مليئا بالقهر والألم والخوف.